والله انها حامي. ها؟ حامي والله انها حامي عن كل كوريا شايف. باقي حي الماس. ماشي سويت مقوى لحم الوبري؟ لا 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 احنا ذبحنا لنا ماعز ماعز الان حامي. الو اصح اني اتصل ها؟ الى متى جيت؟ ليه ليه؟ والله نحن نبيع بير لا ناكل لحم. اتصلنا لك ما جاوب. اتصلنا لك ما جاوب. والله لحم. اوه احنا هذا حالات بربعيه. ها؟ انا شايف عامر و كل لك كم. هذا السجاد والذي بناه وين الزبيب. هناك ضريبة يا سمير؟ لا لا عندك ضريبة. ايه؟ يا قلدك الله انت حرب ضريبة. يا اخي احنا بعبير الان. احنا طالعين غلا. ترى انطلقنا احنا بعبير طالعين لكن انا ما ادري ليش انطلق الضريبة يا من عندك. لا هي جاي تضرب علي القاعد كنا احنا بشطة بشطة. هاي السد بناه خويا بشطة. ناهيك يا طفلي انا داري نشري راح عندكم مطلع كيف بنا وصل على قصبة كان يسد عشان يكتب مسكن مع الطيور التقط الصور شوف 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 صور 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 المقرى حق المسروح اي صور صورته اي من هنا من هنا لا بنطلع من تحت هذه
زانت ايش هذه تقول؟ داخلها كبريت. هذه حق الطبيعي، اقسم برب العز انها مقالقه قبل العسل والله. هذه كانت نزل من اول شلالات ها؟ والله نذكر كان هذا مليان مع هذا المكان. عن السبوت عن الانسان هذا اللي قاعد عليه يقول لك السبوت ايوه املاح هذا كان من يظل يقطر ماء. هذه الحق اللي بقى عن حق ما هذه ها هاي تسحي حق ماء. هذا ايش اللي يطير نامس؟ هو بعد اليوم تحفر بعيد بشقطه. هذا اسمه هذا وش كان اسمه يا سمير؟ اسمه هذا يا اخي انا بحايل كاس وهذا لا هذا ليش اسمه؟ هذا شجرة العثرب. عن الرباح كيف خلينا العلم؟ أنا هنا نجيب على الضغط يا سمير لا نسير نخزن هناك مطلع ها؟ يا أخي لو ما أدري إيش كيف فقرة العسل. تخزن هنا وبعدين إيش تطلع إيش يطلعك؟ يا رجال ما طلع انت مخرم والله ما طلع انت مخرم ما تشوف حاجه شكله بس كان في عسل يا اخي جبت عسل اوه مدري ايش اكل طير هنا يمكن ثعلب ولا شيء تقول من اول من وضع هذا الحجار؟ ايش صلح لا تقول هذا قصصها ولا سمر ولا حاجه هذا من الماء هذه معلمه بس لا اقول لك دي صلح هذا الحجر يعرف جدي في جدي يا مرد عليه السلام من هنا محتاج مرشد سياحي تاريخي وانا ايش اقدر اطلع يا اخي مره من اللي بعيره طلع من هنا الكرفوه اوه هو من هنا من هنا من فرق جت لازم انا عندي حاجه انت ما سرع انا ضيقه يا حسين اقدر هذه جت صادق ثاني قال لك ما خلى شيء الضريب من فاضي والله ما سرع قد قام لكم بلوية تصور هذاك شوف الحجر المشقوقه ذكريات والله انها بطن ترى هذاك ريتها مع الايام كانت ها هذه شوف شايف امان انك تشرس له مره لك بالواتساب انت يا عبير اغنيه مشتي تغارير من حق عبير وش تشغل من اغنية هذا الصابن هذا اسمه ليش؟ شوف تاريخ
ليش هذا مشهور ما عند غنى اسمه؟ تقول الشروق. يمكن الشروق. هذا الشين. شوف هذا الغصين. الله أعلم. يا صابون تقريبا شوف عادي يغسل ولا ما يغسل كل شيء بين حاجة وهذه حق حمش بيت الثعبان شوف كيف تكون من كثر المياه صح؟ عن هذا كان هناك شلالة ما تقدر تجزع من هناك لا هناك تطحس هلا انا كنا ما نطلع هل انت بفلاسفه برنامج المخزن؟ إيه؟ ما طقيت وين الا انا والله انها لا حرام اقسم بالله انها انا بعد نرجع كل يوم الثاني اقسم بالله انها مخزن حارق خارق لا داخل ما لي شو هناك هناك انا حصان تظل هنا تعرف هذا شيء في الداحة وشيء في الدحانة على الركب من الجرس من الجرس يحدي العقاد هذي ايوه ساقونا ها سمير هنا كانت الساقي سقل معه في الدحانة هذا نطلع انه نذبح يشقب بكم شان لا لقضنا اليوم غدوه بعده ولا غدوه غدوه ربوع بعد الخليج اوه تقول هذا الماء من سنة كم وش هو هذا قود قبل هذا جديد عاد عاد موجود له جديد خلني اشوف عمه بسم الله قود قبل من ايام الاجداد لا يكون بالجمل يا اخي ماشي له ريحه ما هذا ما يا اخي الماء ما طير شمه ها ما يتغير الا والله الا اذا هم فاسد من الاول يتغير يا اخي معانا الذرار شوف هذا الذرار هذا حسين الذرار لا ترقم وي ارمه اقسم بالله ارمه اذا بيرقم ارفع ايدك ارفع ايدك يا اخي ايوه انا عم شوف ارفع ايدك ارفع حرام لا نزلك الان اقسم بربي لا نزلك وين هو تقفز 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 يلا تقفز بيرميك ايوه العب 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 اقسم بربي لا قلع حرام عمي بيقرع والله لا قرع والله يا ارقص برع ارقص برع ولا برميك خلص خلص اقص والله اللي بستريع الكاميرا خفيف هذا حسين احمد علي Yeah.
ما عادش كنوز هنا سمير كنوز. سرع سرع ها الشبكه كانها رجال الحرب واحنا بطالها عسى الله هذا منهم اقسم بالله لا تخليني جيس هلمك يا اخي جيس لا تقرب اقسم لا تقرب لا تقرب لا تقرب ارمى ارمى الصقر ارمى الو وين هو بعيد احنا يلا قرح ما عشيرة صار نفلتيني مجزين حرام اني مجزين قتل سمكة ها ها تخيل سمكة خلنا خراه اللي ما مشى الشم كيلو وتخيل رمى سمكة هذا المجنون بعده يا مخميس تنزل نذبح حرام طلاق مشي يا شايف شايف ايوه علاج الفرس يا اخي لا والله لا تصدق هذا سام اللي ينجم شيء صح حرام طلق مسري يا اخي انا الواسي عليه الطلاق ما يشيل الزحمه لا يجبرك اه شوف شوف الحفر كم هنا حفر ايوه انت ما بتعرف الرغبه ذيك اسمع